اسعد انت اتجننت في مخك؟ اهدى بقى، اهدى ووطي صوتك كده واقعد وانا هفهمك على كل حاجه. اقعد. فهمني. اللي زي اشرف ده لازم اخده على حجري، لانه طايش وطيشه ده ممكن يضيعنا. انما انت مش مآمن بكلامه؟ وانا عبيط عشان اودي نفسي في داهيه. امال قلت كده ليه؟ عشان يتبط شويه ويهدى كده من ناحيتنا، واحنا كمان ناخد وقت عشان نعرف نفكر. ليه اشرف بيعمل كده؟ ليه؟ ده طلع حقود قوي، يكمن حياته خربت، عايز يخرب علينا حياتنا. عشان كده بقى مختار احنا لازم نتصرف وبسرعه كمان. انا سعد يا اخويا دماغي مش عارفه تفكر. بص يا مختار، مصطفى ده هي الايد اللي اشرف ماسكنا بيها وبيضغط علينا بيها، عشان كده لازم نعمل ايه؟ نكسر له ايده؟ لا، نقطعها. نقطعها؟ معقول هنقتل اخونا؟ لا طبعا، ده مهما كان اخونا، بس مصطفى بقى مش اخونا. احنا ممكن نقتل مصطفى بدل ما رقبتنا تيجي بداله، ولا انت عندك حل تاني؟ بس كده طرطشه الدم يا سعد، وطرطشه ملهاش لازمه، وهيتفتح بقى سين وجيم، خصوصا انه جوه السجن مش بره. وانت مين قالك ان احنا هنطرطش دم؟ امال هنقتله ازاي؟ هنبعت له اللي يعلقه من رقبته، ويسيب جنب منه ورقه بيقول فيها انه يأس من حياته وانتحر. يا سلام، اتهاد شربي ايه الدماغ المتكلفه دي؟ امال انا عايز احافظ عليها ليه؟ احنا لازم نخلص منه. المساله وصلت دلوقتي ان رقبتنا وصاد رقبه سي مصطفى ده، واحنا بقى علينا اننا نختار. يا مختار خير يا مختار باشا، جايبنا على بلا وش كده من غير معاد. وهي المصايب بتيجي بمواعيد يا شنواني، ما هي بتطب على الواحد زي الاضل المستعجل. ايه يا باشا في ايه؟ قلقتني. انا في ورطه كبيره قوي يا شنواني. يا باشا كل حاجة ولها حل، بس انت تقف. كل حاجة؟ كل حاجة، طالما في اللي يدفع ويقدر ويكيش. عايز اخلص من واحد. واحد بس؟ ده غالي والطلب رخيص. بس ايه حكاية الراجل ده؟ ده مش سكتك دي يا باشا. هو في السجن عليه حكم اعدام. الله، طب ما هو ميت اهو لوحده، امال انت عايز تقتله ليه يا باشا؟ هو لو ما ماتش في اسرع وقت واتقفل موضوعه ممكن يتفتح اكتر وتيجي رجلي. تيجي رجلك؟ مش رجلي بس، دي ممكن رقبتي تطير فيها، ولو رقبتي وصاد رقبته شوف انت. رقبتك يا لوز بختارها وانا مضطر، ما انا مقدميش حل تاني. فعلا مش هينجيك من الورطه اللي انت فيها دي غير طرطشة الدم. لا انا مش عايز طرطاشه وزروطه وجريمه يدوروا فيها على القاتل. امال عايز ايه يا باشا؟ عايز الجريمه تبان على انه قتل نفسه، واحد يأس فانتحر. الله على دماغك السم. بس المهم السم ده ينجيني ما يسممنيش. ما تقلقش يا باشا، انا عندي ناس بتقضي مدد في كل سجون مصر ومستعدين يخدموا برقبتهم، بشرط انك تعمل لهم مستقبلهم لما يخرجوا من السجن. عايز كام؟ مش كتير، ربع مليون جنيه. ربع مليون جنيه؟ الناس جرالها ايه؟ مبقاش في ضمير؟ ده واد كحيان ما يسواش 3 مليم. بس الرقبه الحلوه دي تسوى كتير. يا شنواني، عشان قلت لك على ورطتي ما بتستغلني. يا باشا بصراحه بقى الحياه فرص، ودي فرصتي. وبعدين انا ما كنتش هستغلك وانت مزنوق، استغلك انت، انت ابن سوق وعارف. سوق؟ ده سوء اخلاق منك. انا مش دكتور، انا مسجل خطر وعليا احكام. ماشي يا خسيس، لولا اني مزنوق لك كان بقى ليا معاك كلام تاني. احبك وانت مزنوق وبتفرفص، بس هتاخدهم صايمه والباقي ترانشات. ما تخليهم على بعضهم احسن يا باشا، عشان اعرف اصرف على العمليه ونخلص منها اوام اوام. دي محتاجه صرف كتير وهنشتري زمن. قلت ترانشات يعني ترانشات، بكره الصبح هيوصلك جزء من المبلغ والجزء التاني لما تتم العمليه. على خير الله. يرضيك اللي عمله سعد ده؟ لا يا بنتي ما يرضينيش. انا عارفه انك ما بتحبنيش، بس والله انا ما بكرهش حد،
لكن الحكاية ان انا مش بحب طريقتك وبس. بس انتي حقانية، وده اللي خلاني اجيلك. انا متعشمة فيكي تخلي سعد يرحمني. الاحسن ده خلاص بقى متوحش. متوحش؟ سعد ابني عمره ما كان متوحش ابدا. بعد كل اللي حصل ده وحكيتهولك لسه بتدافع عنه؟ ده انا بقول عليكي حقانية. عشان كده انا لازم اقولك كلمة الحق حتى لو ما كانتش على مزاجك. وايه هي بقى كلمة الحق؟ سعد ابني انا اللي مربياه يوم ورا يوم، بيكبر قدام عيني، كان اطيب واحد في اخواته وكان طوع ايدي. عمري ما طلبت منه حاجة وقال لي لا، لحد انت ما ظهرتي في حياته، شقلبتي كيانه، خليتيه خاتم في صباعك، مشيتيه في طريق الحرام اللي عمره ما كاله. ولما اتزنق بعتيه بالرخيص، ولما وقع من طوله وجاله سكر ما لقاكيش جنبه. بس والله العظيم ما كان. أرجوكي ما تقاطعنيش، أنا مش بدافع عنك ولا بدافع عنه، أنا يا بنتي بفسر الصورة لكل اللي حصل، وده رد فعل طبيعي لكل اللي اتعمل. على قد ما حبك كرهك، وشيء طبيعي ان شيطانه يوسوس له ويعمل عملته السودة دي. يبقى مين بقى اللي غلطان، انتي ولا هو؟ انا غلطانه من ساسي الراسي، بس ارحموني بقى، ارحموني وسيبوني في حالي عشان خاطري. ارجوكي خليه يطلقني. وابنك يا بنتي اللي انت حامل فيه مش عايزاه؟ يعني يا بنتي في ام تتخلى عن ابنها اللي لسه ما شافتوش؟ مش عايزه اي حاجه تربطني بيه، انا خلاص كرهته. يعني مفيش اي امل الامور تصلح بينكم؟ الامور خلاص باظت ومش هينفع فيها تصليح. يرضيك اعيش مع واحد شهر بشرفي وسمعتي؟ انتي ترضيها على بنتك؟ ان جيتي الحق يا بنتي لا، انا مش زي جنبه في سرير واحد وانا مش مأمناله. سيبوني في حالي بقى، ارحموني بقى، ارحموني. ارجوكي ارجوكي خليه يرحم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاضر حاضر يا بنتي، اللي انت عايزاه. الو، ايوه يا سعد، انت فين؟ ايوه انا عايزاك. طب ما تتاخرش عليا، مع السلامه. لا خير خير ما تقلقش، خير ان شاء الله. مع السلامه يا حبيبي. بالسلامه. طمني يا بنتي ان شاء الله خير باذن الله. فهمت يا شنواني هتعمل ايه؟ فهمت يا ست الناس. هتكلمه وتبلغه بالميعاد والمكان اللي اتفقنا عليه، وما تنساش تاكد عليه يجيب الفلوس في شنطه واحده. ولو جابهم في شنطتين يعني مش هتاخديهم؟ يا اخويا اعمل اللي بقول لك عليه من غير غلبه. ماشي يا ست الناس، كنت عايز حاجه من تحت الحساب. مش لسه مديك يا راجل 500 جنيه امبارح؟ العيل طلباته كتير، ده انا بجيب له كوافيل بس في اليوم ب 100 جنيه. ماشي يا شنوان، العيل برضه حته لحمه حمرا، ملوش دعوه باللي بينا. امسك 200 جنيه اهم. ايه دول يا ست الناس؟ قليلين قوي. ليه يا اخويا؟ دول بره عمولتك، وبعدين لسه في ال 20,000 جنيه بعد ما تخلص العمليه. بصراحه كده المبلغ ده قليل على المجهود اللي بنعمله. ايه ده، في ايه؟ انت هتطمع ولا ايه يا شنوان؟ طبعا، ودي عايزه كلام، انا من ليل مصفي. عايز كام؟ 50,000 جنيه. ايه؟ انت جننت؟ ده غير اكراميه الرجاله، كل واحد 5,000. ده انتوا شله طماعين وهتلفوا عليا. انت يعني اللي مش طماعه، ده انت هتقلبي الراجل في 5 مليون. يا ابني ده انا برجع حقي. وحبيبك، حبيبك اللي بيساعدك عشان ترجع حقك، مستخسره فيه ترمي له ميايه. ميايه ايه؟ 100,000 جنيه. نهار اسود ومنيل عليا، مش كانوا 50؟ ولو زودت كمان هيبقوا 150,000. انت بتلوي دراعي يا شنواني عشان انا محتاجه لك. دي فرصتي، ولو ما كنتش ادوس على جرحك وانت بتفرفري، ادوس امتى؟ لما العمليه تخلص وما يبقالكيش ماسكه. طب والله العظيم لا اله المختار على اللي بتعمله فيا ده. مختار؟ هو في زي مختار؟ انا خلفت غير مختار، راجل كريم وايده فرطه، مش زيك بخبخ وجلده. ايوه تلاقيكم بتستقرضوه يا حبه عيني. بالعكس، مختار ابن ليل زينا وعارف.
إن اللي هناخده منه ما يجيش حاجة ببحر المكاسب اللي تيجي من ورانا.